عايز أرجع بيك 50 سنة لورا. آه 50 سنة لورا، بس مش بالظبط 50 سنة. احنا هنرجع مع بعض اليوم 9 أكتوبر سنة 1973، خطاب نادر من أب لابنه يوم 9 أكتوبر 1973 بعد فشل الهجوم الإسرائيلي المضاد. طبعا احنا عارفين انه الجيش المصري دحر القوات الصهيونية في 6 أكتوبر، واستمر الهجوم المصري الكاسح على قوات الجيش الصهيوني المحتل الأراضي العربية، كان محتلا لسيناء آنذاك، فطهرها الجيش المصري. معانا على التليفون الدكتور محمد نجيب أبو زيد، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، هو أحد أبناء أبطال حرب أكتوبر. والده كان وقتها عقيد بالقوات المسلحة المصرية وأرسل له هذا الخطاب. فدكتور محمد، الحقيقة اللي أنا بتشرف بأنه يعتبرني صديقه، بعت لي الجواب ده، قال لي عايزك تقراه، فاستأذنته أنه هو أنا ممكن أعرضه. فدكتور محمد قال لي أيوة، مش كده يا دكتور؟ تمام، مساء الخير على حضرتك. إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك ومشاهديك الكرام، وربنا يخلي حضرتك يا فندم. إيه قصة الخطاب ده يا دكتور؟ والله الخطاب ده كان وقتها سني 9 سنوات، وكنت طفل شغوف جدا بما يحدث زي أبناء جيلي كلهم. حينما قامت الحرب يوم 6 أكتوبر، وده كانت مفاجأة للجميع، وده كانت من مهارة القيادة السياسية المصرية والجيش المصري وقتها. ظللنا لمدة 3 سنوات، يعني 6 سنوات، منتظرين هذا اليوم. أنا شخصيا وأسرتي قعدنا 3 أيام ما نعرفش والدي الله يرحمه فيه. الله يرحمه يا رب. والحرب قامت لحد ما يوم 9 أكتوبر بالليل متأخر جالي هذا الخطاب، أو جال أسرتي هذا الخطاب، وكان مصدر سعادة بالغة، لأن حضرتك لما تقرأ الخطاب تجد حديث جميل وحديث وطني وحديث صادق من أب لابنه. فكان خطاب جميل، وخطاب بالنسبة لي أهم وثيقة جات لي في حياتي تكلمتها. طب دكتور محمد، هل يعني نقدر نستأذن حضرتك أنك تقرأ لنا الخطاب، نسمعه كلنا احنا والمشاهدين بصوتك كمتلقي لهذا الخطاب بشكل مباشر؟ حاضر، يسعدني ويشرف. ده احنا نتشرف. وأنا هقراه بالطريقة اللي كان والدي بيقرأ وبيكتب بيها، وأرجو أن حضرتك، وأنا أعلم جيدا حضرتك قد إيه رصين في اللغة العربية، حتى في أثناء المعركة كانت لغته العربية سليمة. طبعا ده جيل عظيم كمان أصله، يعني الله جيل فعلا كان كله كده يعني، ودي حاجة أعتز بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن العزيز محمد، إليك حبي وأشواقي وقبلاتي مع دعواتي لك بالتوفيق والنجاح بإذن الله. أرجو أن تطمئن يا محمد أنني بخير، وأنك تتأكد أن أباك قد حقق أملك في المشاركة في تحرير الأرض المغتصبة والثأر لشهدائنا الأبرار. وأنا واثق أنك كنت مشتاقا لهذا اليوم، وكنت تتمنى أن يقوم اللواء السادس المشير الميكانيكي بعمل بطولي، وقد حقق اللواء السادس رجاءك وأكبر العدو الإسرائيلي على الفرار، وبإذن الله سوف نحقق النصر كاملا وقريبا بإذن الله. وبفضل دعواتك واجتهادك ونجاحك في دراستك، ربنا يوفقنا جميعا لما فيه الخير، والله الموفق. ولو رحنا للصفحة الثانية، هو بيقول بقى بيخدم الجواب، وإليك أحر أشواقي وقبلاتي، وإلى أن ألقاك إليك مني أحر القبلات والأشواق الحارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدك الحبيب، والتاريخ زي ما حضرتك والمشاهدين شايفين 9/11/73، واحنا حتى حاطين صورة الوالد الله يرحمه يا رب، بس دي بقى صورته وهو لواء. دي صورته هو لواء في ايوه، كان وقتها قائد المنطقة الجنوبية العسكرية. حضرتك من شوية حطيت صورة للوالد بالأبيض والأسود. أيوة. بس عاوز أقول للمشاهدين الكرام قصتها دي، أثناء المعركة وكان هو عقيد، دي على أعتاب ومشارف مدينة السويس الباسلة الله، اللي حاول العدو يحتلها، وكان فيه الحديث الشهير دي، أنا وأنا طفل رحت بقى زرته، وأنا على الشمال ده أنا وصديقي خالد. أيوة. رحنا زرنا مدينة السويس، والدي على اليمين في أقصى الصورة، وإحنا بنشوف مدينة السويس. ودي أصلا كانت يعني جرأة، إن أب بيدعو ابنه
فور وقت اطلاق النار لزياره مدينه السويس، والعدو الاسرائيلي لا تزال حرب يعني لم تضع اوزارها بعد كما يقال. دي خطوه من 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 بطل حرب يتحلى بكل البساله بانه بيزرع نفس البساله عند ابنه. الحمد لله وربنا طبعا، وبكرة لحضرتك والدي كان كذلك، وجيله كان جيل عظيم والله يا استاذ يوسف، يعني اتحدث عنه واتحدث عن جيله وزملائه وضباطه وجنوده، كان جيل عظيم بمعنى الكلمه. طب دكتور محمد، يمكن وانا بسمع هذا الخطاب وتاريخه وازاي الوالد بيتكلم على ازاي قدروا ان هم يوقفوا تقدم القوات الاسرائيليه وما الى ذلك، فانا اسمعها وكانها وثيقه من الوثائق شديده الاهميه لانها توثق ما حدث بالفعل، وده ردا على اي حاجه ممكن يكون بيقولها الجانب الصهيوني. لكن هنا هرجع على حاجتين. أول ما دكتور محمد قرأ الخطاب ده زمان لما كان عمر حضرتك 9 سنين، ولما بتعيد قراءته دلوقتي، الشعورين، شعور ده كان عامل إزاي طفل عنده 9 سنوات وشعور الأستاذ الدكتور محمد نجيب أبو زيد؟ ده الحقيقة سؤال جميل جدا، عايز أقول لحضرتك ليه بقى. لفت نظري لما نضجت شوية أو يعني تقدمت شوية السن، إن إزاي أب في وقت عصيب، وقت الحرب، حتى لو انت بتلتقط انفاسك فهو وقت عصيب، ووقت في اي لحظه اي حاجه ممكن تحصل، بيربط ازاي دوره كواحد مقاتل على الجبهه بانه بيحاول يوصيني بالاجتهاد والمثابره والدراسه والاخلاص في عملي. فدي طبعا حاجه، هذا الربط ربط جميل جدا. واذا اخذت هذا الموضوع وقلت لحضرتك قوه بقى الجبهه الداخليه في مصر واصطفافها، ودي حاجة عظيمة جدا في الشعب المصري وقت الأزمات، أعتقد دي رسالة مهمة جدا وقتها جدا. وعاوز أقول لحضرتك حاجة أخيرة إذا أذنت لي. أنا كنت أشاهد والدي وجيله وهما يتدربون على عملية العبور دي في أماكن كثيرة من مصر، وأنا كان بيصطحبني وأنا طفل صغير. فهذا الإعداد والاستعداد لم يكن وليد الصدفة من يولد هذا النجاح وهذه الذكرى العطرة اللي احنا كلنا بنحتفل بيه. صحيح صحيح. دكتور، اولا انا اتشرفت جدا انه سمحت لي بان احنا نعرض هذا الخطاب، واتشرفت جدا بالمكالمة، زي ما انا دايما متشرف بصداقتنا اللي انا بحس يعني انها شيء عزيز وعظيم جدا بالنسبة لي، وياريت نتقابل قريب بقى. يسعدني ويشرفني، ودايما انا متابع جيد لبرنامج حضرتك. يا بختي. وكل النجاحات يا بختي. اشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر لحضرتك الدكتور محمد نجيب ابو زيد، الاستاذ بالجامعه الامريكيه، وهو ابن احد ابطالنا في حرب اكتوبر، وتفضل علينا الحقيقه بانه سمح لنا واختصنا بهذا الخطاب، خطاب من احد ابطال الحرب لابنه يتلى عليكم بعد 50 سنة. يعني أظن هو إحساس مختلف تماما، وهو توثيق ليوم من أيام الحرب بإيد وبخط واحد من أبطالها في وقتها. طيب.